تصعيد امريكي جديد ضد ايران وزير الخارجيه مايك بومبيو يعلن ان بلاده انهت العمل بالاستثناء من العقوبات المفروضه على البرنامج النووي الايراني والذي كانت تستفيد منه حتى اليوم دول لا تزال اطرافا في الاتفاق النووي مع طهران عمليا فان القرار يعني ان الدول التي ما زالت متمسكه بالاتفاق الدولي المبرم مع ايران بشان برنامجها النووي والشركات المنخرطه في المشاريع النوويه الايرانيه اصبحت عرضه لعقوبات امريكيه اذا لم تنسحب من هذه المشاريع خلال مده اقصاها ستون يوما وبالطبع فان هذا الامر يتعلق بالدرجه الاولى بالحليف الروسي الذي لم يزل يقدم الدعم التقني للبرنامج النووي الايراني وكذلك بعض الشركات الصينيه والاوروبيه ولم تكتف الولايات المتحده بهذا القدر من التصعيد اذ اعلن بومبيو كذلك عن فرض عقوبات على اثنين من كبار الخبراء الايرانيين في برنامج التخصيب النووي مضيفا انه على العلماء الايرانيين ان يختاروا ما بين متابعه العمل السلمي خارج اطار التسليح النووي او المخاطره بالتعرض للعقوبات الامريكيه واشنطن كانت هددت بتفعيل العوده الى فرض جميع عقوبات الامم المتحده على ايران اذا لم يمدد مجلس الامن الدولي حظر الاسلحه المفروض على طهران والمقرر ان ينتهي اجله في تشرين الاول المقبل بموجب الاتفاق النووي الذي يسمح بالعوده الى العقوبات اذا انتهكت طهران بنوده وبحسب محللين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو عازمة على المضي قدما في تطويق إيران بالعقوبات بهدف إجبارها على التراجع عن برنامجها النووي العسكري وكذلك التراجع عن برنامج الصواريخ البالستية ناهيك عن كبح جماح السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والداعم للميليشيات الطائفية المنتشرة في عدد من دول المنطقة.